بسمك اللهم الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أتنا الحكمة وفصل الخطاب. السلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أبغى أبدأ بسؤال، لو سألت كل واحد فيكم إيش قاعد تسوي؟ إيش ممكن يكون السؤال؟ الجواب قد تختلف الإجابات من شخص لآخر، ولكن لابد أنه في إجابة واحدة مشتركة بيننا كلنا، أنه كلنا حاضرين هذا اللقاء وقاعدين تستمعوا لي مشكورين. ولو سألتكم سؤال ثاني قلت لكم كيف حضرتوا هذا اللقاء، لعل بعضكم برضو كمان عنده إجابات مختلفة فيما بينكم. كيف سجلتوا؟ كيف وجدتوا الإعلان؟ كيف قاعدين تشوفون الآن، لابتوب ولا جوال؟ تختلف الإجابات بين، لكن كل حضر هذا اللقاء. ممكن بعضنا أخذ شوية وقت يلاقي إجابة على هذا السؤال، ممكن عدة إجابات، ويمكن أصلاً ما يكون عنده إجابة أصلاً، وهذا شيء طبيعي وعادي لأنه تعودنا على التفكير بهذه الطريقة وبهذا النمط. دائماً نفكر بالشيء اللي نقوم فيه وكيف نقوم فيه، بس ما نقضي نفس الوقت ونفس الاهتمام لمعرفة السبب خلف ما نقوم به اللي هو لماذا. دائما نفكر بإيش نسوي، ماذا نفعل، أو كيف نسوي هذا الشيء، كيف، ولكن قليلا ما نفكر ما هو السبب، الدافع، الشغف خلف الأشياء اللي نقوم بها اللي هو لماذا. خلينا نقول إنه واحد فيكم يبغى يشترك في جيم نادي رياضي، تعرف كيف تشترك. أول شيء تعرف أنت إيش تبغى، أنك تبغى تشترك في هذا النادي، وتعرف كيف تشترك، كيف تعرف كيف توصل للنادي، تعرف الكيس بين هلالين، كيف تتمرن التمرين الصحيح للوصول للشكل اللي تأمله. ولكن هذا لا يكفي أنه يخليك على الأقل تمضي ساعة في اليوم لمدة 3 إلى 5 أيام أسبوعياً ربما أكثر عشان تروح للنادي وتستمر وتواظب. اللي يخليك تواظب وتقوم وتسوي الجهد وتستمر هو لماذا، السبب والغاية خلف الشيء اللي أنت بتسويه، وليس معرفتك بالعمل اللي أنت بتقوم فيه أو كيف تقوم به. هو الدافع، الواي اللي يسموها. هذا المفهوم البسيط ولكن عميق ومهم جدا. هذا المفهوم ابتكره الكاتب الشهير سايمون سينيك، والبعض يسموه سيمون سينيك، في كتابه معروف جدا ربما بعضكم قرأه اسمه الدائرة، أو المفهوم اسمه الدائرة الذهبية، ولكن الكتاب اسمه Start with the Why، ابدأ بلماذا. هو يقول الكاتب بكتابه أنه كلنا نعرف إيش نسوي أو ماذا نريد أن نفعل. البعض يعرف كيف يقوم بهذا الأمر، كيف ينفذه اللي هو الكيف، ولكن أقل عدد ممكن أو الأقلية هم اللي يعرفون إيش السبب، إيش الدرايف، المحفز، الشيء خلف أو السبب والشغف خلف الأشياء اللي إحنا نقوم فيها، مهما كان زي المثال اللي قلته بالجيم أو أمثلة أخرى ممكن نسقطها على هذا. يقول الله عز وجل في كتابه الحكيم: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، صدق الله العظيم. وإحنا الآن فيما يعني نحن هنا في هذا اللقاء ونتكلم مع بعض، وإن شاء الله حيكون لقاء مثري، في مكان ما في غابات في أفريقيا، ومع كل إشراقة شمس هناك غزال وأسد يركضون مع كل إشراقة شمس. يستيقظ الغزال مع إشراقة هذا الشمس ويبدأ بالركض، يبدأ يجري، وكذلك الأسد كل ما تطلع الشمس برضو يبدأ يجري. إيش الفرق بينهم؟ الماذا، ماذا يفعلون واضحة متشابهة، كيف يفعلون ذلك ربما متشابهة برضو كمان، بس إيش الفرق بينهم؟ كيف وماذا يفعلان اتفقنا أن نفس الشيء، ولكن ما الفرق؟ الفرق هو الواي، السبب، الدافع خلف ركض كل واحدة من هذا منهم الاثنين، الأسد أو الغزال. الغزال لو أيقن بيوم من الأيام أو في وقت من الأوقات أن الأسد ليس موجود، اختفى خلاص لن يعود، وتوقف، ماذا سيفعل؟ بلا شكل، بلا شك المعذرة، سيتوقف عن الركض. ليش؟ لأنه السبب والخطر اللي هو قاعد يجري من أجله أو يعني منه انتفى، انتفت السبب فانتفت سبب الركض، وبالتالي الخطر من أنه أحد ممكن يفترسه غير موجود فسيتوقف عن الركض.
أما الأسد لو تيقظ أن الغزال غير موجود، هل سيتوقف؟ هيوقف ركض الأسد؟ لا، سيستمر بالركض. ليش؟ حيدور على فريسة أخرى. لأن إيش الاختلاف بينهم؟ هو الواي، الدافع. وهذا الفرق بين الناس اللي تفكر تبدأ بواي أو تبدأ بلماذا، والناس اللي تبدأ بماذا. وهذا اللي سماه بالكتاب سيمون سينيك، هي الدوافع باقية ودوافع زائلة، بالإنجليزي manipulation and inspiration، تدفعنا نسوي الأشياء اللي نسويها. ليش أنا قلت كل المقدمة هذه؟ يعني عادة في اللقاءات ممكن نبدأ بالأجندة، نعرف على الضيوف. حبيت أن أبدأ بهذا الكلام عشان يكون تقعيد وتقطير لهذا اللقاء. ودنا نخرج من هذا اللقاء بأدوات معرفية. حتسمعوا قصص ملهمة كثيرة، أوعدكم إن شاء الله. حتسمعوا بمعلومات، بقصص فشل حتى كمان، قصص نجاح، وأدوات إن شاء الله بتساعدكم وتعينكم أنكم تتعرفوا على أنفسكم، على الواي حقتكم، وكيف تقدر توصلوا لهذه الواي، وإيش الخطوات اللي ممكن تاخذوها بعد هذا اللقاء إن شاء الله عشان تكونوا رواد في مجتمعكم بإذن الواحد الأحد. أو على الأقل إذا ما أخذت الخطوة عشان تكون رائد مجتمع في مجتمعك، على الأقل نقربك خطوة نحو الخطوة بإذن الله. وبالتالي أقترح عليك وعليك ولنفسي أيضا أن تستحضروا هذا المفهوم اللي هو الدائرة الذهبية حق سيمون سينيك خلال ما تبقى من الساعة إن شاء الله، وخلال استماعكم للتجارب والقصص حق ضيوفنا اليوم، بنحاول مع بعض أن نحول هذه المعارف إلى أدوات معرفية نسقطها على أنفسنا على حسب اهتماماتنا، كلهم في مجاله وحسب إمكانياته، وكلهم في فضائه إن شاء الله. ونأمل بنهاية هذا اللقاء أنه كل واحد فينا يتعرف على دائرة الذهبية، أو على الأقل يقرب خطوة نحو التعرف عليها. خليني أبدأ قبل ما أرحب بضيوفي وأعرفكم عليهم، أني أشارككم إحنا في مسك، وتحديداً في مسار مسك للمجتمع، إيش غيرنا؟ إيش هو اللماذا حقتنا من هذا اللقاء؟ لعلكم تجدون فيها إجابة، أو تساعدكم أنه تعرفوا إجابة حقت اللماذا حقتكم، أو تشاركونا غايتنا وتشاركونا شغفنا وتكونوا جزء منه، وهذا المأمول إن شاء الله. غايتنا هي أنت وإنتي اللي تسمعنا. غايتنا هي الإنسان السعودي، هي الشاب السعودي. غايتنا هي بناء الإنسان وأعمار المكان أينما كان، كما قال يعني قائد لي أنا شخصياً الأمير خالد الفيصل، هي بناء الإنسان وأعمار أينما كان. كيف؟ من خلال إن شاء الله تمكين الشباب والمعرفة والمهارة والفرصة حتى الموارد عشان يكونوا أعضاء فاعلين إن شاء الله في المجتمع، ويساهم في تنمية حاضر هذا البلد وصناعة مستقبله بإذن الواحد الأحد. ماذا نقدم؟ إن شاء الله حنحاول تحقيق هذا الشيء من خلال عدد كبير من البرامج الممنهجة والمشاريع اللي إن شاء الله ستطلق قريبا بإذن الله، والتي من شأنها بإذن الله المساهمة في تنمية قطاع غير الربحي ودور الشباب في ريادة المجتمع حقنا بإذن الله. فترقبونا إن شاء الله بالمناسبة قريبا في مجموعة كبيرة من البرامج والمبادرات. والمناسبة هذا اللقاء إن شاء الله يكون ضمن هو ما زال وسيبقى ضمن من سلسلة من اللقاءات حنقعد فيها مع بعض، حنسمع بعض، حنشارككم المعرفة، وحنتعلم منكم برضو كمان، وناخذ منكم معلومات عشان نبني برامجنا ومبادراتنا بما ينفع البلد. بمناسبة مرور 5 سنوات على رؤية 2030، يعني أنا أختلط في شباب كثير حول العالم، جميعهم أؤكد لكم يغبطوننا إحنا يا سعوديين على ما تقدمه لنا الرؤية هذه بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد سلمان الله يحفظه. لدينا نحن الشباب كل الموارد، كل المعرفة، كل الفرص المتاحة أن نكون فاعلين في المجتمع. عسى الله رب ينفع فينا جميعا. والآن اسمحوا لي أن أقدم ضيوفنا المعذرة، ليس ضيوفنا، لأنه مسك عمرها ما اعتبرت الشباب، وخاصة يعني مسك للمجتمع ومسار مسك للمجتمع عمرها ما اعتبرت الشباب المملكة ضيوفها، هم منا ونحن منهم. فاسمحوا لي أرحب بالدكتورة شيهانة، شريك مؤسس في ستارفيش، والأستاذ مرزوق العتيبي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعي، وأخوي أنس الشريفي، مدير التنفيذي جمعية مبادرات. فأرحب فيكم جميعا، و30 ثانية إلى 45 ثانية فضلا يعني
تعرفون على المؤسسة اللي تشتغلون فيها وإيش تقدم، عشان نعطي شوية سياق قبل ما نبدأ بالأسئلة، وإن شاء الله يكون لقاء ممتع للجميع، وأحفز الجميع وأدعوهم أنه يشاركونا بالأسئلة ويسألوا أي شيء، تساؤلات، اقتراحات، استفسارات، وإحنا إن شاء الله بنرصدها مع الفريق وبنجاوبكم عليها. شكرا لكم، والمايك خلينا نبدأ مع ladies first، دكتورة شيهان. مساء الخير عليك أستاذ عبد الرحمن وعلى زملاء المشاركين وعلى الحضور. يعني أنا دائما أحب أعرف بنفسي كشخص متأتئ. أنا شخص متأتئ متحكم في التأتئة أو التلعثم، ومدربة لكورسات برنامج ستارفش العربي للتحكم في التأتئة، وشريك مؤسس للبرنامج. برنامج ستارفش هو عبارة عن يعني كورسز تقدم للأشخاص المتأتئين، هي أكيد مبادرة يعني خدمة مجتمعية تساعد الأشخاص المتأتئين على التحكم في التأتئة والتعامل مع المواقف الحياتية الصعبة اللي يواجهونها بشكل يومي. شكرا دكتورة شيهانة وشرفتينا. الأخ أنس، إيش رأيك تعطينا نبذة عن جمعية مبادرات وإيش تقدم للشباب؟ طيب حياكم الله وبياكم. أنس شريف، مدير تنفيذي لجمعية مبادرات. طبعا إحنا في جمعية مبادرات نعمل تحت شعار شباب حضاري، تقريبا هو السلوغن حق الجمعية. بنحاول كمنظمة شبابية أنه نصير حلول تنموية مبتكرة للتحديات اللي تواجه الشباب في بناء مبادراتهم المجتمعية الخاصة. اليوم في حراك غير طبيعي يعني كذا من قبل الشباب، وسامات كبيرة جدا في التنمية المجتمعية، فإحنا جالسين نساهم بشكل أو بآخر في تمكين هذول الشباب، في مساعدتهم، في تأهيلهم، في تزويدهم بالأدوات اللي يحتاجوها، على أساس تكون مبادراتهم مبادرات فعلا يعني احترافية منهجية بتصب في الأثر بشكل مباشر. هذا كذا باختصار يعني عملنا في الجمعية. الله يفعل فيكم أخي أنس، ولنا إن شاء الله حديث مطول. أخي مرزوق، حياك الله. الله يحييك. سعي أو مؤسسة سعي، ماذا تقدم مؤسسة سعي لمجتمعنا وشبابنا؟ طبعا في البداية أنا سعيد بتوارتي وتمثيلي لإخواني فريق مؤسسة سعي. مؤسسة سعي مؤسسة وقفية تقدم خدمات التأهيل والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، تقدم من خلالها خدمات التدريب ما قبل التوظيف والتأهيل المهني وتقديم خدمات الدعم النفسي والاستشارات القانونية وخلق الفرص الوظيفية في القطاع الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ثم متابعتهم بعد التوظيف لضمان استمراريتهم واستدامتهم في العمل. نخدم في جميع مناطق المملكة إن شاء الله في خلال هذا العام وفي نهاية العام راح نكون متواجدين في عدد من الدول الخليجية والعربية بإذن الله. يعطيكم العافية وفخور فيكم جميعا، لأنه أنا كانت في فرصة أن أنا أطلع على أعمالكم والجهودات الكبيرة اللي بتسووها لشبابنا وشاباتنا وللمجتمع المدني بشكل عام. فحبدأ فيك من حيث ما انتهينا أخوي مرزوق. إحنا دائما يعني ندعو، حتى عنوان اللقاء اليوم اللي هو كون رائدا مجتمعيا، ودنا ندعي أكبر عدد من الشباب أنه يعني خلينا نقول to consider هذه الفكرة، وأنه يحطها في باله، وأنه يأخذ خطوة نحو يكون له مشاركة مجتمعية، يكون جزء من التغيير الإيجابي في المجتمع وتنمية المجتمع. بس هذه الرحلة وهذه مشتركة بينكم جميعا، رحلة ما هي سهلة، رحلة مليئة بالإحباطات. مش بالضرورة كل الرحلة، ولكن على الأقل هذا شيء مشترك بينكم. قد يمر فيها يعني محطات فيها إحباط، فيها صعوبات ما هي وردية. فوش كانت قصتكم أخوي؟ كيف بدأت سعي؟ شاركنا هذه القصة الممتعة والقصة الملهمة. الله يعطيك العافية. سعي صراحة بدأت، أنا كنت أعمل مشرف على برنامج زمج لذوي الإعاقة في أحد مدارس الثانوية في مدينة الرياض. فكان في نهاية العام في حفل تخرج طلاب التعليم العام مع طلاب التربية الخاصة، وكنا سعيدين في تجهيز وإعداد طلابنا للتخرج من المرحلة الثانوية. لكن قبل الحفل بكم يوم صدمنا باجتماع أولياء الأمور وطلبهم أن أولادهم أو أبنائهم أنهم ما يتخرجون ويعيدون السنة،
بحكم أتكلم عن عام 2013 تقريباً، بحكم أن ما في جامعات تقبل الشباب من ذوي الإعاقة الفكرية ولا في أيضاً فرص وظيفية، فالمدرسة تكون هي المتنفس الوحيد لهم. هذا الشيء أحبطني وأحبط زملائي في العمل معي كثير، لكن فكرنا أن نبحث عن عمل، مع أنه كان ذاك الوقت قليل أو نادر جداً توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. شاركت أنا وأحد الزملاء في حصر أكثر أو أكبر 10 شركات في مدينة الرياض. اتفقنا أن كل شخص منا يروح 5 شركات، نبحث طبعاً بدون استئذان الإدارة بدون شيء، يعني جهود شخصية لين نتأكد هل هذه المبادرة راح تقبل أو لا. صراحة لقينا إحباط كبير، يعني 9 شركات كانت ترفض، ومو بس رفض، يعني كان في كلام سيء أو تنمر فيه على الأشخاص ذوي الإعاقة أو علينا إحنا كمختصين. أنا كنت محبط أني أمر الشركة العاشرة لأنها أكيد راح تكون زي 9 شركات اللي رفضت، لكن يعني لإتمام العهد مع زميلي أني أمر 5 شركات، فقررت أني أمر وأنا متيقن تماماً أني راح أقابل بالرفض زي 9 شركات، خصوصاً أنها شركة تعمل في قطاع أغذية ومطاعم. لكن تفاجأت أني دخلت مدير الموارد البشرية قاعد يأخذ ويعطي معي، قاعد يسأل عن كيفية تعامل الفئة اللي إحنا نعلمهم. طلبت منه يزورنا في المدرسة ويلتقي في الشباب، فعلاً تمت الزيارة، التقى في المدرسة، وافقوا، وقعنا اتفاقية على تدريب وتوظيف 50 شاب من ذوي الإعاقة الفكرية. خضنا التجربة هذه يمكن على مدى 3 سنوات، كان فيها أخطاء، كان فيها نجاحات. لما لمست أنا الأثر على أسرهم وعليهم علينا إحنا كمختصين، زادت الدافعية وصفة الطموحات لدينا ارتفع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. قررت أني أنشئ مبادرة تستهدف كل الإعاقات، تستهدف الجنسين البنين والبنات. لكن يمكن على مدى 2 سنوات أنا كل ما أطرح الفكرة هذه لأحد الأشخاص المقربين مني أو المختصين يحبطوني أن هذه فكرة جيدة لكن صعبة، ما راح تلقى متطوعين يصبرون معك، ما راح تلقى ناس، لأن التوظيف صعب، راح تلاقي رفض من شركات، راح تلاقي رفض من أسر، راح تلاقي فشل، ما راح تنجح الفكرة أبداً. بعد 2 سنوات أنا عزمت، وفعلاً تناقشت مع أو استدعيت 7 أشخاص من الزملاء والزميلات، البعض أعرفه اشتغلت معه في التطوع، البعض ما أعرفه لكن ممكن معرفة في وسائل التواصل الاجتماعي. أسسنا سعي، حتى من فكرة سعي أن إحنا نسعى في طلب الرزق وهم نفس الشيء يسعون لأنفسهم في طلب الرزق، أن الله أمر الجميع بالعمل، ما فرق بين شخص من ذوي الإعاقة وشخص عادي. كان سعي في مدينة الرياض، كنا نتوقع أن الشركة هذه الوحيدة اللي معانا اللي هي قبل سعي وظفت، لو توقف توظيف راح توقف سعي. بدينا في الرياض، عدد 7 أشخاص متطوعين، الآن الحمد لله إحنا في جميع مناطق المملكة عندنا أكثر من 120 متطوع، حققنا خلال 3 سنوات الماضية أكثر من 1500 شاب وشابة التحقوا في سوق العمل. هذه كفكرة عامة، لكن فيها صعوبات. إيه، إحنا كنا نسوي المقابلات الوظيفية في مواقف السيارات، ما كان عندنا مقر، ما كان عندنا أي دعم، كنا يعني نحبط من جهات كثيرة، كنا نحبط من أشخاص في القطاع الخاص، كنا نحبط من أشخاص كثير، لكن الحمد لله ما توقعنا أبدا أن سعي راح تكون مو فقط في المملكة، راح توجه رسالتها للدول العالم، وأن فعلا سعي راح تكون نموذج سعودي عالمي في تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. عساكم على القوة أخي مرزوق، ولما تكلمت معك أول أمس يعني قلت عندكم خطة قريبة جدا توسع خارج المملكة عشان تكون نموذج في تمكين ذوي الإعاقة وتوفير الوظائف لهم. أنا أبغى يعني أخرج بنقطتين من اللي أنت قلته أو 3، يعني أنه الحلول الإبداعية في كثير من الأحيان تولد من رحم المشاكل، وهذا شيء ملهم صراحة بالقصة حقتكم. شيء ثاني برضو كمان أنه أنتم كان واضح لكم الوت، إيش بتسوون، وش الشيء اللي بتقدمون، وش المنتج اللي بتقدمون، وكيف ممكن تقدمون، بس اللي خلاك تصبر على كل الإحباطات وكل هذه التجارب الصعبة هي الغاية والهدف واللماذا خلف كل شيء اللي بتسوون. جزاكم الله خير. دكتورة شيهانة، كيفك؟ الله يعطيك العافية. دكتورة إيش يعني كشخص متأتئ وما زلتي،
وهذا شيء دائما تتأكدين اللي هو في يعني في اجتماعاتنا السابقة، إيش أصعب شيء في كونك شخص متأتئ أو كون الشخص متأتئ بالعموم، وإيش دور ستارفيش؟ إيش دور ستارفيش لمساعدة هؤلاء المتأتئين؟ إيش المصاعب اللي تمرون فيها وكيف إيش دور ستارفيش بالضبط؟ أوكي تمام. يعني خليني يعني أحكي لك شوي يعني في البدايات يعني كطفل يعني متأتئ. دائما الأطفال المتأتئين أو حتى في مرحلة الشباب المبكر يعني دائما المرحلة هذه المتأتئ يكون عنده خوف من خوض خلنا نقول أي تجربة جديدة، وبالإضافة لذلك دائما الشخص المتأتئ عنده يعني فكرة. وأنا يعني سابقا في مرحلة الطفولة كنت دائما يعني أشعر أنه أنا الشخص المتأتئ الوحيد. ليش؟ لأنه ما كان في يعني خلنا نقول يعني مظلة تجمع فيها كل الأشخاص المتأتئين يعني في مرحلة الطفولة مرحلة الشباب وكذا، يعني مع اختلاف يعني أكيد يعني تجاربهم المعاناة هي يعني واحدة. فخلنا نقول إنه أصعب شيء على المتأتئ إنه يكبر ويعتقد أنه هو الشخص الوحيد اللي متأتئ، ومهما تكلم مع أشخاص غير متأتئين حتى لو كانوا يعني مقربين له يشعر أنه ما حيفهمون المعاناة اللي هو يعاني فيها. يعني من أبسط معاناة الشخص المتأتئ مثلا استخدام الهاتف، وهذه في يعني موجودة في نسبة كبيرة من الأشخاص المتأتئين، أكيد مشكل الأشخاص المتأتئين لكن في نسبة كبيرة منهم دائما الشخص المتأتئ يخاف أنه يرد على تليفون أو حتى أنه هو يعمل مكالمة، لأنه يعني تكون التأتأة شوية يعني زايدة أو تكون يعني عالية. أي يعني أيضا من الأمور الصعبة إنه يعني الأشخاص المتأتئين ما يعرف يتعامل مع التلعثم أو مع التأتأة بطريقة صحيحة. هو يعرف إنه في مشكلة بس ما يعرف وين الخلل. ويعني أيضا كثير من الآباء والأمهات المعلمين في المعلمات يعني مثل ما يعني ذكر أستاذ مرزوق يعني قبل شوي دائما في يعني تنمر من قبل المعلم أو المعلمة أو حتى الزملاء في المدرسة حتى على مستوى العائلة يعني أحيانا. ليه؟ لأنه هم يعني أحيانا يكون التنمر بطريقة يعني غير مقصودة، هم ما يعرفوا أو ما عندهم الوعي الكافي أنهم يتعاملون مع هذا يعني خلنا نقول يعني الأطفال المتأتئين أو حتى الشباب المتأتئين. فيعني دور ستارفيش هنا يعني خليني أقول ينقسم لقسمين. الدور الرئيسي اللي هو مساعدة المتأتئ أنه يتقبل يعني ذاته كشخص متأتئ وما يضع التأتئة عائق يعني رئيسي يعني أمامه في تحقيق خلنا نقول يعني اللي هي الأحلام. وأيضا الجزء الآخر وأنا أعتبره أيضا جزء أو دور كثير مهم اللي يقوم فيه برنامج ستارفيش أو مشروع ستارفيش اللي هي عملية رفع وعي المجتمع بالتعامل الصحيح مع الأشخاص المتأتئين. كثير من الأشخاص الغير متأتئين لما يصير في حبسة كلامية أثناء كلامهم مع الشخص المتأتئ لا شعورياً ما يعطونه تواصل بصري، وهذا شيء خاطئ. المتأتئ يحتاج لعملية التواصل البصري أثناء الحديث. هم يعملون هذا الشيء يعني بطريقة يعني عفوية اعتقادا منهم أنهم يساعدون الشخص المتأتئ، بينما كلامه يعني أو مثلا إذا
أول بتعبير عن شيء معين يجي يكملوا له كلامه ويحسنيه، وكل هذه الأشياء يعني بيعاني منها المتأتئ. ويعني صراحة ستارفيش يعني حكيتيني عن الإمباكت اللي بتسووه والأثر اللي بتسووه على يعني أنفس المستفيدين وكيف غيرتوا حياتهم، حتى بعضهم قلتي لي يعني لقوا وظائف يعني وتغيرت حياتهم كثير، فمشكورين جدا على الجهود اللي بتسووها. في لنا حديث إن شاء الله كمان لاحق في هذا الجانب تعرفون أكثر عن الأثر. وحديث عن الأثر أخوي أنس، حديث عن الأثر، إيش رأيك بالناس اللي يقولون إنه حجم العمل يحدد مدى الأثر؟ لازم عشان تسوي أثر في المجتمع لازم يكون عندك ميزانية وقدرها وفريق طويل عريض وإمكانيات هائلة عشان تعمل الأثر كبير. إيش رأيك في هذا الموضوع؟ أنت ميوت أنس أخوي، إذا تعمل أن ميوت بس وعشان أسمعك تديني رأيك. طيب بالنسبة للمقولة هذه طبعا ما أتفق معها تماما، ويمكن اللي يعني يعيش كذا في ميدان الميدان التنموي عموما يعني والشباب خصوصا يشوف بعينه كيف انه احيانا بعض الجهود والمبادرات البسيطه تكبر بشكل درامي يعني غير متوقع ابدا، وتثمر يعني ثمرات ما كان يوم من الايام مؤسسيها يتخيلوا ويحلموا بهذا الاثر. ويمكن اللي معي يعرف اللي هو الدومينو افكت، كيف انه احيانا والمثال المعروف حقه قطعه ضامنه صغيره وبعدها قطعه، كيف حتى الفيديو اللي انتشر قطعه صغيره وكيف يعني كذا بتسلسل حتى قصير مو طويل يطيح جدار في الاخير، في اشاره كذا انه احيانا بعض المجهودات البسيطه ربما تثمر بشكل جدا عظيم. ف يعني ما في علاقه خلينا نقول كذا نقدر او نحط شرط انه حتى احقق اثر عظيم لابد انه والله احط جهود واحط ملايين الريالات واحط، لا ابدا هذا الكلام غير صحيح. عندك قصه ملهمه اخوي انس، ما ولا قاطعك، عندك قصه ملهمه، قصه الكرفان المبادره انه كيف بدات صغيره مثال واقعي على ارض الواقع صار معاك والان قدامنا، يعني قد نفس صاحب العلاقه قدامنا عاش التجربه بنفسه، حاجه بدات فكره صغيره واثرها كان كبير وصل الى ملايين. ما ابغى يعني احرق على المستمعين، سمعنا القصه. القصة كانت باختصار أنه يعني إحنا مجموعة شباب وعندنا تقريباً نفس الاهتمام، فقلت ليش ما يعني كذا نسوي بيننا مجتمع مهني مشترك للعاملين مع الشباب ونطلع مع بعض في رحلة كرفان، الهدف منها نتبادل الأفكار والمعارف وش التحديات اللي واجهتني والتحديات اللي واجهت فلان، كل واحد كيف تغلب على التحديات حقته. كانت باختصار طلعت شباب يعني ونبغى نفيد ونستفيد من بعض في الرحلة هذه. لكن لما طلعنا الرحلة وبشكل يعني كان مبهر حقيقة، تحولت رحلة الكرفان هذه إلى مشروع صار اسمه كرفان يوث، وحتى يعني كان تخطيطه في أقل من أسبوع، في أقل من 7 أيام طلع معانا فريق من قناة روتانا لتصوير المشروع بالكامل، وثقوه ك يعني حتى برنامج تلفزيوني وثقوا التجربة كاملة إنه والله 5 مدراء تنفيذيين في كيانات عاملة مع الشباب من قطاعات مختلفة، القطاع الخاص والقطاع الحكومي وكذلك القطاع الثالث. وانتهت الرحلة هذه بتوقيع محفظة مشاريع مشتركة بين القطاعات أو عفوا الكيانات الخمسة، كانوا 5 كيانات، انتهينا بتوقيع تحالف ومحفظة مشاريع مشتركة بقيمة أكثر من 1,000,000 ريال تقريبا، وراح نطلقها إن شاء الله قريبا تحت مسمى Youth Ocean. فهذا خبر يعني حصري للحضور اليوم ما شاء الله تبارك الله، ان شاء الله تدشن المحفظه وتنطلق مشاريعها. كانت الفكره بكل بساطه انه نبغى نطلع احنا شباب مع بعض، عندنا كذا هموم مشتركه تحديات مشتركه، انتهت بتوقيع محفظه مشاريع بتقريبا 1,000,000 ريال. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يعني اذا نطلع درس من القصه الملهمه هذه انه حجم العمل لا يحدد باي شكل من الاشكال مدى الاثر، حجم العمل لا يحدد مدى الأثر. يعني نستكمل ونستطرد هذا الجزئية أخوي مرزوق، يعني على موضوع العمل كيف يبدأ صغير وممكن يكبر ويكون أثره أكبر من حجم العمل نفسه والأكشن نفسها. يعني دوبك حتى أنت قلت في لما عرفتنا على السعي والقصة السعي كنت بتقول إنه كنت بتسوي الانترفيوز في الشارع، وكانت كنت يعني ما كان عندكم أي موارد مادية أبدا بأي شكل من الأشكال، فبدايتكم كانت صغيرة. فيعني من تجربتك متى الوقت المناسب للشباب عشان يبدأوا؟ الآن في ناس قاعدين يسمعونا، يعني 250 الآن يحضرون يسمعونك واللقاء هذا مسجل، فبالتالي أكثر من كذا هيسمعوك. متى الوقت المناسب إنه الشاب يقول أبغى أكون رائد مجتمع أو أبغى أشارك في الريادة المجتمعية وأكون جزء من تنمية المجتمع؟
أنا دائما أقول الوقت المناسب هو الآن. الآن تبدأ. أي شاب يسألني أو شاب في مجال العمل التطوعي أو في الريادة المجتمعية، لا تتردد أن تبدأ. ابدأ بما لديك من إمكانيات، بما لديك من قدرات، بما لديك من موارد، حتى لو الموارد معدمة. كل شيء مع بداية العمل راح يتطور. أنا لو يرجع فيني الوقت كان السنتين اللي قبل ما تأخرت فيها ولا سمعت كلام المحبطين، لأن المحبطين اللي كانوا يحبطوني عن البداية هم الآن مثمنين لما وصلنا إليه من إنجازات ونجاحات. فأنا رسالتي لجميع من عنده فكرة، لا تستصغر الفكرة ولا تستصغر المبادرة. بدايتك هي انطلاق النجاح، تأخرك هو فشل. جميعنا نبغى نبدأ بداية قوية، ونبغى نبدأ بداية بموارد عالية وبإمكانيات عالية، لكن ما راح تتحصل هذه إلا لما تبدأ. تبدأ صغير وراح تكبر، لكن تبدأ كبير أتوقع أنها ما هو هدف لك كبداية. وزي ما قلت أخوي عبد الرحمن، العمل لا يرتبط بالأثر. أحياناً عمل بسيط يترك أثر مستمر. إحنا في عملنا في سعي نقدم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ما هي مساعدات وقتية. إحنا نقدم لهم الوظيفة اللي من خلالها وهم ينتقلون من تلقي إعانات الدولة إلى أعضاء فاعلين في المجتمع، إلى أعضاء لهم كيان، لهم استقلال لوطنهم ولمجتمعهم ولأسرهم. فهو الوقت المناسب لأي سؤال أنه متى يبدأ، يبدأ الآن. صح لسانك أخوي مرزوق، ويعني رسالة من مرزوق لجميع المستمعين الآن، الوقت المناسب أنك تبدأ هو الآن. والآن مع دكتورة شيهانة المتروك. دكتورة كيفك مرة ثانية؟ عندي سؤال لك، يعني أنا صدقا يعني ما سألته لك قبل اللقاء عشان ودي أسمعه مع الناس. كيف شخص صاحب مشكلة متأتئ يصبح من متأتئ صاحب مشكلة إلى ممكن للمتأتئين؟ يعني مو بس حل مشكلته أو هو قاعد يحل مشكلته، قاعد يحل مشكلة الناس اللي زيه. تمام. كيف تمام. كيف من صاحب مشكلة إلى صاحب حل لنفسه وللآخرين؟ تمام. ويعني أكيد يعني هذا الموضوع ما صار يعني خلنا نقول في يعني فترة قصيرة. أكيد هذا الموضوع يعني مر بمراحل، وهذه المراحل كل مرحلة كان لها أو كان فيها صعوبات، كان فيها تحديات. يعني أنا شخص متأتئ من كان عمري 5 سنوات، وأكيد العمر هذا كله كان فيه دائما يعني هاجس أنه يعني هل التأتئة يعني ما لها حل؟ أكيد دور أخصائيين التخاطب في يعني خلنا نقول في تخفيف من التأتئة أكيد يعني دور يعني كبير ومهم، خاصة للآباء والأمهات اللي عندهم أطفال متأتئين. لكن يعني المشكلة الأساسية اللي أنا واجهتها أنه ما كنت أقدر أتعرف على أشخاص متأتئين. فطبعاً الفترة هذه أو المراحل هذه كان فيها يعني خلنا نقول يعني بحث يعني مستمر عن حل للتأتأة. وأنا وصلت لقناعة، وأن هذه الرسالة دائما أقولها للأشخاص المتأتئين، حاليا ما في حل نهائي للتلعثم أو للتأتأة. اللي موجود عبارة عن تمارين أو عبارة عن خلنا نقول تكنيكس معينة تساعد المتأتئ إنه يتحكم في التأتأة. يعني بعد مرحلة الابتعاث وبعد ما كنت يعني أبحث عن خلنا نقول حل للتأتأة، التحقت ببرنامج ستارفش البريطاني عام 2014. والحقيقة يعني وجدت فيها يعني
اللي هو الجانب الاجتماعي، إنه أنا أتعرف على أشخاص متأتئين عندهم يعني خلنا نقول نفس المعاناة أو نفس المشكلة، نتشارك نفس المواقف اليومية الصعبة اللي تصير. فمن هنا يعني جت الفكرة، وأكيد قبلها تعرفت على يعني الكوفاوندر الآخر لمشروع ستارفيش مهندس راكان، وكان له أيضا يعني دور كبير في لعملية يعني نقل التجربة، مثل ما إحنا استفدنا من البرنامج، وهو برنامج صار له تقريبا 23 سنة قائم في بريطانيا، وكان مثل المظلة يتعرفون الأشخاص المتأتئين في يعني على بعض. فالحمد لله يعني قررنا إنه إحنا ننقل التجربة هذه، مثل ما إحنا استفدنا من البرنامج، وخلنا نقول حسنا من يعني جودة حياتنا كأشخاص متأتئين، إنه يعني ليش لا يعني ما يتم نقل التجربة هذه للمملكة، ويستفيد منها أيضا عدد كبير من الأشخاص المتأتئين. فيعني مثل ما قلت لك، مثل ما أنا استفدت من هذا البرنامج، وأكيد مهندس ركان فكرنا أنه إحنا ننقل التجربة هذه لأشخاص آخرين ممكن أنهم يجدون فيه أيضا فائدة. يعطيك العافية دكتورة. جانا سؤال من الحضور، أعتقد يعني مرزوق عندك أنت قصة يعني ممكن تجاوب على هذا السؤال بطريقة ملهمة، وأفضل ما تجيب على هذا السؤال. جانا سؤال يقول عن توفر مجرد فكرة بدون خبرة وإمكانيات، إلى من التوجه يكون؟ تتذكر القصة حقت السيدة اللي أعطتكم فكرة وتحولت إلى مبادرة، ف يعني ممكن أنت تقول لنا هذه القصة، ممكن أنا أعرج عليها على تفضل اخوي مرزوق على عجاله بس عشان الله يعطيك العافيه. ابشر. بالنسبه للسؤال انا عندي نص دقيقه بتكلم فيها. مو شرط اني انا انشئ كيان، انا ممكن اكون رائد بانضمامي لكيان، لاني انا ارى كل شخص متطوع هو قائد في كيانه ومؤثر في كيانه، وقد يكون اثره اكثر من اثر الكيان والقائد اللي يعمل معه. هذه القصه طال عمرك العام الماضي جانا قبل شهر رمضان تقريبا بأسبوع رسالة في حساب سعي في تويتر من أحد السيدات من ذوات الإعاقة البصرية، أن أغلب الدورات في جائحة كورونا كانت ذاك الوقت للمختصين، لكن للأشخاص ذوي الإعاقة كانت قليلة أو نادرة، فكانت ترغب بإعطاء دورة واحدة للأشخاص ذوي الإعاقة. لما اجتمعنا مع فريق سعي فكروا أنها ما تكون دورة، أنها تكون مبادرة، وأطلقوا عليها اسم غيث، وأنها تكون فعلاً كالغيث للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الجائحة، لأن الأشخاص ذوي الإعاقة ممكن قد يكونوا أكثر تأثر فئات في حكم الحجر والأشياء اللي صارت. فانطلقت مبادرة غيث العام الماضي ب 26 دورة تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة، بتقريباً 9 بودكاست من المتخصصين أو الأكاديميين في الجامعات برسائل تحفيزية وإيجابية للعاملين مع ذوي الإعاقة. نتج عن هذه المبادرة تدريب أكثر من 14,600 مستفيد، كان 9,000 منهم من الأشخاص ذوي الإعاقة على 10 دول في العالم. الآن النسخة الثانية انطلقت قبل أسبوعين، فهذه الرسالة صنعت أثر كبير وعظيم. هذه السيدة كانت متقدمة على وظيفة لدينا من 3 سنوات، لكن كان في عائق لديها في بعض الأوراق، وخلال 3 سنوات لم تستطع التوظيف. بعد المبادرة هذه سبحان الله، وفي عز ضائقة التوظيف اللي عانى منها الجميع بعد الجائحة، سبحان الله كتب ربي لها الوظيفة في أفضل مكان وبأفضل راتب. أنا أقول دائما الأعمال اللي تقدم بلا مقابل لها أثر كبير على العاملين وعلى المستفيدين دائما. يعطيك العافية أخي مرزوق. في أسئلة كثيرة قاعدة تجينا، يعني كلها تتمحور حول شباب يعني او الخلفيه اللي او خلينا نقول قاعد استشف من الاسئله، انه في كثير ناس متحمسين ودهم يسوون شيء، ودهم يكونوا جزء من تنميه المجتمع، بس يعني قاعد استشف من الاسئله انه مو عارفين كيف. اخوي انس، انتم في جمعيه مبادرات، يعني هذا جزء من شغلكم، انتم كيف تمكن الشباب، تعطوهم الادوات المناسبه، تعطوهم الكيف عشان يبداون.
فمن خبرتك وانتم اسستوا العديد من المبادرات والجمعيات والمؤسسات الشبابيه، اعطينا وصفه النجاح كذا، وصفه النجاح او كذا العناصر الاساسيه لاي شاب الحين قاعد يسمعك وده يبدا وده ياخذ خطوه، وش يسوي؟ انا السيور ميوتد حبيبي، انا عندي مشكله لو تبدا من البدايه لو سمحت. طيب وش يسوي الشاب اللي يسمعك الان؟ في نقطة مهمة، يعني احنا عندنا في البرنامج بنمشي مع الشباب في كذا يعني تدرج حتى ان شاء الله يعني نوصل للفكرة وننطلق الى حتى التنفيذ، ونمشي معه حتى ممكن في بعض الحالات تتحول مبادرته وفكرته الى كيان مستقل. لكن انا وصيتي صراحة لكل واحد يبغى ينطلق في التنمية المجتمعية ينطلق من نقاط قوته، إنه يعرف ويكتشف نفسه أكثر، يحدد إيش نقاط القوة اللي ممكن من خلالها يساهم في تنمية المجتمع. فأعتقد إنه تحديد نقاط القوة، المواهب اللي وهبك الله عز وجل إياها، كيف ممكن تبدأ من خلالها؟ لأنه هذه هي اللي بتعطيك مستقبلاً أكبر أثر ممكن من خلال يعني أفكارك، مشاريعك، مساهماتك المجتمعية. بعد ما تحدد إيش نقاط القوة اللي ممكن تساهم من خلالها، يحتاج إنك تفهم المجتمع اللي حولك، إيش الفجوات اللي موجودة حولك، إيش الاحتياجات اللي موجودة، فين مواطن الاحتياج، الناس يحتاجوك فين ومتى وكيف، وبعدين كيف ممكن تربط بين الاثنين، كيف أسخر نقاط القوة اللي موجودة عندي في سد الاحتياجات اللي موجودة عند المجتمع والناس اللي حولي. فمن خلال السلسلة هذه تولد الأفكار وتولد المشاريع، بعدين تتحول إلى مبادرات في مراحل متقدمة، ممكن حتى تتحول إلى كيانات. أعتقد كذا أنا لخصت رحلة يعني. لخصتها وإجابتك مختصرة، لأنه بدأ يعني معنا 14 دقيقة ولازم نخلص قبلها. أخوي مرزوق عندي سؤال. أنت عارف بعد أو يعني أول أمس كانت الذكرى 5 لرؤية 2030. إن شاء الله أيامنا كلها يعني إن شاء الله تنمية وتقدم وفخر بإذن الواحد الأحد في كافة المجالات. الرؤية هذه أنت استطردنا لما كنا نتكلم معك من يومين إنه كيف كان تأثير الرؤية الحسي، مو الكلام النظري والكلام الوطني اللي هو جميل وصحيح وواقعي، لكن الكلام الحسي الواقعي على أرض الواقع كيف أثرت عليك وعلى سهلت لك عملك ومكنتك من تحقيق يعني حل مشكلتين بيعاني منها الشباب السعودي وخاصة من ذوي الإعاقة. أول شيء تمكين ذوي الإعاقة اللي عندهم تحديات كثيرة، وإيجاد فرص عمل، إنه عندنا نسبة يعني خلينا نقول البطالة ضمن الشباب نسبة كبيرة، فبتحل مشكلتين بحل واحد من خلال الجمعية حقتكم. كيف الرؤية مكنتك كشاب ومكنت الجمعية ومكنت بطريقة يعني غير مباشرة هذا القطاع؟ زي ما قلت أخوي عبد الرحمن، ذكرى البيعة، وأيضا اليوم يعني نتشرف أن اللقاء أو ساعة الحوار اليوم مع لقاء سمو سيدي ولي العهد اللي كلنا كشباب كسعوديين نفخر برؤيته هذه الليلة بإذن الله. أنا كنت أتكلم أن قبل الرؤية كنا النادي بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، فلما نتكلم عن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة نقابل بأن إحنا كمختصين نتكلم بلغة العاطفة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، فكان موطن أشبه بالضعف تجاه مع القطاع الخاص. لكن بعد رؤية سمو سيدي ولي العهد اللي نصت في أحد أهدافها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق فرص وظيفية وانتقال من أفراد متلقين للخدمة إلى أفراد منتجين وفاعلين في المجتمع، أصبحت موطن قوة لنا. إحنا لما نروح الآن للقطاع الخاص والشركات ونقول هذه رؤية المملكة اللي إحنا كلنا في القطاع في المملكة، سواء في القطاع الثالث أو في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي، نسير تحو تحقيقها ونراها واقع نصنع إحنا بأيدينا كسعوديين، أنجزت لنا الكثير. أنا متأكد لو ما كانت الرؤية هذه ما وصلنا ل 1500 مستفيد من ذوي الإعاقة موظفين على رأس العمل، ما وصلنا إلى أن السعوديين أصبح الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مناصب قيادية مو وظائف عادية، عندنا أكثر من 6000 في المنصة من حملة الماجستير والدكتوراه والثانوي والمتوسط والابتدائي مختلف الإعاقات. أنا متأكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف، في التعليم، في التأهيل، الرؤية نفعتهم بشكل كبير جدا. ما شاء الله تبارك الله أخي مرزوق، ما أقدر يعني أتفق معك أكثر من كذا. لكن إحنا أخي عبد الرحمن عذر عن المقاطعة، إحنا مع الرؤية مو في تحقيقها في المملكة فقط، إحنا نسعى في سعي بإذن الله أنها تكون عالمية، ونوري العالم جميعا أن السعوديين قادرين على صنع نماذج عالمية يحتذى بها، سواء في تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أو في القطاعات الأخرى. وعندنا
نماذج وطنية مشرفة من الأشخاص ذوي الإعاقة بإذن الله، مع الرؤية ومع الكفاءات الوطنية السعودية اللي نراهم، نراهم إن شاء الله في أفضل أماكن. وأنتم منهم يا أخوي مرزوق والدكتورة وأخوي أنس. دكتورة، آخر سؤال لأنه ضاق علينا الوقت، وبعد بعدها أنس وبعدين نختم. ستارفش أثرت في كثير من الناس، عملت أثر على كثير من المتأتئين وحسنت حياتهم، ساعدتهم يلاقوا وظائف، حياتهم المجتمعية صارت أفضل، زادت ثقتهم بنفسهم وفادتهم على مستويات كثيرة. ولكن من حديثي معاك قلتي لي، أنا كنت مستغرب صراحة من إجابتك، قلتي لي الجائحة أثرت على التأتأة، فقلت لك كيف؟ قلتي لي من خلال الكمامات، لأنه أهم عنصر للمتأتئ إنه يسيطر على التأتأة هي التنفس، فالكمامة بتساعده فبالتالي انتكست حالته. وحس يعني وشاركتيني إحباطك، قلتي لي أنا يعني أو استشعرت منك إحباط إنه الأثر اللي سويتيه على الشباب والشابات التأتئين تراجعت حالتهم وانتكست في بعض الأمثلة، فبالتالي صابك يعني بعض من الإحباط. كيف ممكن الشباب الآن تشارك الناس كيف تجاوزتي هذا الإحباط، كيف تجاوزتي هذه خلينا نقول العثرات؟ صحيح، يعني أكيد الجائحة يعني أثرت مش بس على الأشخاص المتأتئين، يعني أثرت يعني على العالم يعني كله. لكن يمكن أنا مثل ما ذكرت لك لما يعني كنت أتكلم أنا وياك، أنه الشخص المتأتئ يعني يقوم بالأمور اللي ما يقوم فيها الشخص الغير متأتئ أثناء الكلام. يعني إحنا كأشخاص متأتئين لازم نتعلم، أو خلنا نقول يعني في ستارفش نتعلم يعني تكنيك معين أثناء الكلام، وهذا التكنيك يعتمد بشكل كبير على تنظيم عملية التنفس، لأنه الشخص المتأتئ بطبيعته سريع الكلام، عنده حبسات كلامية. وأنا يمكن أثناء يعني كلامي معك حاولت أنه أنا ما أستخدم يعني هذه الطريقة، وأكيد لاحظت يعني خلنا نقول العثرات اللي مرت فيها أثناء الكلام. يعني أنا دائما أقول للأشخاص المتأتئين مهم جدا أنه إحنا نتقبل وجود التأتأة. التأتأة هذه جزء مننا، جزء من شخصيتنا، ويعني الله سبحانه وتعالى يعني يختصنا فيها يعني الحكمة. والأمر الآخر أثناء الجائحة مهم جدا، مش بس للأشخاص المتأتئين، لجميع فئات المجتمع مهم جدا وإحنا نحافظ على يعني خلنا نقول طريقة التفكير الإيجابية. ويعني وبالإضافة لهذا وهذا إحنا عندنا في يعني ستارفش من بدايته، من أول كورس عملناه في عام، طبعاً نتكلم عن ستارفش العربي، بعد يعني عربنا البرنامج وانتقل يعني للمملكة. أول كورس عملناه في عام 2016، يعني إحنا بعد الكورس الأول هذا إحنا كل أسبوعين أو كل ثلاث أسابيع نعمل مكالمة جماعية أونلاين لجميع الأشخاص المتأتئين المنضمين لبرنامج ستارفش، والحمد لله مستمرين في لقاءات الأونلاين هذه أو نسميها مكالمات الدعم. فخلال الجائحة وجود يعني اللقاءات الأونلاين هذه بشكل يعني دوري ساعدت المتأتئين من أعضاء ستارفش، اللي يعني بدأنا في أول كورس يمكن كانوا 5 والآن يعني أكثر من 200 الحمد لله. يعني كلنا يعني تقريبا بشكل خلنا نقول كل أسبوعين أو كل شهر نجتمع أونلاين ونحاول إحنا يعني ندعم يعني بعضنا يعني استرجاع خلنا نقول تكنيك ستارفش، نحاول يرجع من البيسلاين، يرجع من المرحلة اللي كانت قبل. نعم. صراحة يعني جهود يعني جبارة، وزي ما أنت قلت الجائحة أثرت علينا كلنا، الله يا رب يحمينا جميعا وينعمنا بالصحة. آخر سؤال أخوي أنس، لأنه باقي 6 دقائق أو يعني ودنا نلحق على مقابلة سمو الأمير. فأخوي أنس، في جاني سؤال مرة حلو من الحضور، من الأخ ماجد، يقول ما هي أهم نصيحة لضمان استمرارية مبادرة
المبادرة المجتمعية. هذا السؤال يخليني أسأله طريقة مختلفة. في مقولة معروفة تقول if you can't manage it you can't, أو if you can't measure it you can't manage it and you can't develop it as well. بمعنى إذا أنت ما تقدر تقيس الشيء ما تقدر تديره ولا تقدر تنميه. وقياس الأثر هي واحدة من أدوات الاستمرارية والديمومة للجمعيات. فكيف من خبرتكم أنتم من خلال تمكينكم للجمعيات الشبابية كيف تضمن استمراريتها وكيف نقيس الأثر للجمعيات الشبابية؟ على عجالة يعني بدقيقة. طيب أنا بخصوص قياس الأثر أنا حبدأ بمثال بسيط وإن شاء الله حنطلق منه في الشرح كده بشكل جدا سريع. تخيلوا في مستشفى يعني راجعت أنت مستشفى وعندك مشكلة صحية معينة فعطاك 13 دواء قالك إن شاء الله واحد منهم حيشتغل معاك وتطلع إن شاء الله سليم. هذه مشكلة عدم قياس يعني لما تقولي إنه if you can't measure it you can't manage it إنه فعلا ما في تحكم في الموضوع. لكن لما أعرف إنه بالضبط أي تدخلات هذه هو اللي قاعد يعطيني الأثر المطلوب حقدر أخذ التدخل هذا وأكرره مرتين ثلاثة ممكن أستخدمه في حالات ثانية أوسع بشكل أكبر. ففعلًا قياس الأثر بيعطيك تحكم أعلى. النقطة الثانية إنه أحيانًا قياس الأثر ممكن يكون بشكل يعني لا نعقد المسألة. يعني إحنا بالنسبة لنا ك يعني منظمة شبابية وبنحاول حتى مع منظمات شبابية الثانية بعض الاستراتيجيات البسيطة لقياس الأثر يعني سوي لقياس قبلي وقياس بعدي. قيس الأثر على مدى يعني بعد المشروع لمدة 3 إلى 6 شهور أحياناً أشوف وين. وطبعاً قياس الأثر تبدأ حتى من قبل المشروع حدد إيش المخرجات إيش الأهداف بالضبط بسؤال واي اللي أنت بدأت فيه حوارنا اليوم يعني ينطلق قياس الأثر من هناك. وفي نقطة ثانية حول استدامة المبادرات أو المشاريع اللي هو التكامل. يعني إحنا في القطاع الثالث ما يعني ما إحنا زي القطاعات الثانية ما نهدف للربح بشكل مباشر فنبدأ نتنافس يعني أحيانا التنافس يكون سلبي. لا أعتقد أنه دورنا يعني أو التكامل اللي نخلقه إحنا فيما بيننا بيساهم في استدامة مشاريعنا وفي استدامة حتى أثرنا داخل القطاع كون أنه إحنا الجميع نشترك في غاية واحدة وفي هدف واحد. إحنا اليوم تم تكليفنا من وزارة الموارد البشرية في تأسيس مجلس الجمعيات الشبابية على مستوى المملكة. هذه الخطوة هي خطوة برضو بتساعد في إنه والله في تنسيق في تكامل جهود بين كل الجمعيات الشبابية وهذا بيساهم في بقائها كلها وفي استدامتها كلها وتعظيم وتوسيع نطاق أثرها جميعا. يعطيك ألف عافية أخوي. الله يعافيك. يعني إن شاء الله ما تزعل مني أنت ودكتورة شيهانة بس يعني مرزوق طلب مني على الخاص 20 ثانية أخوي مرزوق 20 ثانية بالضبط عشان أبغى أختم وبقدر دقائق بسرعة. أبشر. أنا أقول دائما رسالة للمتطوعين في المملكة لنا خير قدوة في التطوع اسمه سيدي ولي العهد الأمير محمد سلمان. فأنا متأكد بإذن الله أن راح نبرهله أن السعوديين المليون متطوع صنعوا أثر عن 30 مليون متطوع بإذن الله. طيب أنا كل واحد يحط يده على الكيبورد وبسألكم سؤال على السريع. وقبل ما أسأل السؤال في كثير ناس قاعد تسأل كيف تتواصل مع المتحدثين. ادخلوا تويتر يا ريت يعني متحدثينا الكرام في البوست حق في آخر تغريدة في التويتر حقة اللقاء كل واحد يعني يتكلم أو شيء زي كذا عشان نشوف حساباتكم ويتواصل معكم لأن في كثير عندنا ناس حابين يتواصلون معكم. حاب أسألكم يا ريت تكونوا الآن على الشات ما هو أغنى مكان في العالم؟ ما هو أغنى مكان في العالم؟ هذه سؤال سأله ليس براون في أحد اللقاءات اللي أنا كان يعني كنت أسعد إني أنا أحضرها. سأل هذا السؤال ما هو أغنى مكان في العالم؟ فاجأني ليس براون يعني وأنا قاعد أشوف إجاباتكم فاجأني ليس براون هو في الإجابة. تعرفوا إيش قال؟ قال المقبرة. المقبرة هي أغنى مكان في العالم. ولما سألوا الناس ليش قال لهم لأنه في أفكار وعقول لم يستفاد منها ومبادرات لم ترى النور لأنه كان صاحبها متردد أو منتظر اللحظة المناسبة زي ما قال مرزوق وما لم تأتي اللحظة المناسبة أو لم يمكن المعرفة أو المهارة أو الفرصة. أسباب كثيرة تجعل شبابنا وشاباتنا يمضون وتمضي هذه الأفكار الإمكانيات والإبداعات والحلول معاهم. فإذا كان في رسالة في ختام هذا اللقاء ورثوا هذه الإبداعات لأبنائكم لا تأخذوها معكم. استرجعوا عملوا ريفلكشن لكل اللي سمعتوه في هذا اللقاء
خذ خطوة، خذ خطوة لتنمية مجتمعك، خذ خطوة في بناء حاضرك وصناعة مستقبلك. إن شاء الله لمسك ولعائلة مسار مسك للمجتمع بيكون لها حضور قوي في تنمية هذا القطاع وفي إشراككم أنتم يا شباب في هذا القطاع بإذن الواحد الأحد. ترقبونا قريبا إن شاء الله، بنطلق مجموعة كبيرة من البرامج اللي بيكون لها إن شاء الله الأثر على المجتمع ومستقبل هذا البلد. يعطيكم ألف عافية، شكرا للحضور، شكرا للمشاركة، يعطيكم ألف عافية لمتحدثينا. ترى للأسف يعني في ظلم أنه كثير فريق طويل عريض اشتغل خلف هذا اللقاء، ولكن اللي طلع في الصورة هو أنا، ولكن هم اللي يستحقون الشكر، هم يستحقون الامتنان، جزاهم الله خير أنه حطوا لنا هذا، يعني وفروا لنا هذا اللقاء، وهذا اللقاء ما هو الأخير ولا الأول، وإن شاء الله حنستمر، حيكون في سلسلة من اللقاءات حنتكلم فيها مواضيع كثيرة لعلها إن شاء الله تعطيكم الفائدة والمعلومة عشان تكونوا معانا يد بيد إحنا وإنتوا لصناعة مستقبل هذا البلد. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم على خير.